أعزائي الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد. لو أول مرة تشوفنا وعجبك الفيديو ريت تعمل لايك، ولو مش مشترك في القناة اعمل سبسكرايب واشترك حالا وفعل الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد وحصري، ولو عملت شير يبقى فيك الخير. أعزائي الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس النهاردة. معاكم عادل بسيوني باذن الله، مستمرين مع طلاب ثالثه اعدادي للوحده الاولى، والنهارده موجودين علشان نسال عن المكان. فين الاقي او ازاي اقدر اوصل، او هل يوجد مكان معين قريب من هنا؟ طيب في البدايه ازاي اعمل السؤال عن المكان؟ اول طريقه معايا وهي اسهل طريقه وير از، واجيب هنا المكان اللي حضرتك بتسال عنه. انا بسال عن المدرسه فاقول له وير از ذا سكول، بسال عن المستشفى وير از ذا هوسبيتال، بسال عن المكتبه وير از ذا لايبراري، بسال عن البنك وير از ذا بانك. طب كويس. طيب تاني طريقه، ودي بتكون موجوده بطريقه هاو، كيف، هاو كان اي جو تو، وبرضه بجيب هنا يا شباب المكان how can I go to، how can I go to. طب كويس. تالت طريقة برضه متمثلة في how، ولكن how do I get to، how do I get to، how do I get to، how do I get to. وخدنا get to معناها يصل إلى، وبرضه يجي بعدها المكان. أما الطريقة الرابعة والمتمثلة في how can I go to، والمكان from، من، والمكان بمعنى إيه؟ هو الراجل مثلا موجود عند السوبر ماركت، إزاي يقدر يروح البنك من السوبر ماركت؟ فيقول له how can I go to the bank from the supermarket. كويس. الطريقة الخامسة وفيها بقول is there، هل يوجد، is there، هل يوجد، ومكان near here بالقرب من هنا، هل يوجد مكان بالقرب من هنا، في مستشفى is there a hospital near here، في بنك is there a bank near here، في حديقة is there a park near here. كويس جدا. آخر طريقة معانا وهي الطريقة السادسة واللي أقدر أسأل بيها عن المكان، could you tell me where is، والمكان اللي أنا عايزه. تقدر تقول لي عن مكان الشيء المعين او المكان الفلاني. ها could you tell me where is the school، could you tell me where is the hospital، could you tell me where is the park، could you tell me where is the bank. كويس. انا كده سألت عن المكان، ازاي بقى حضرتك اوصف لك المكان؟ هناخد النقطة التانية وهي وصف المكان. ممكن اقول لك from، والمكان من المكان، وابدا اقول لك بقى go straight on، يعني من المكان اللي انا قلت لك عليه ده سر للأمام، امشي على طول، go straight on يعني سر للأمام. ممكن أقول لك بعد كده turn right، يعني اتجه يمينا، أو أقول لك turn left، اتجه يسارا، أو أقول لك take the second
turning يعني خد تاني شارع أو تاني ناصية. كويس. وممكن أقول لك walk past كذا يعني امشي مارا بي يعني امشي walk past the school امشي من قدام المدرسة. أو ممكن يقول لي بدل walk يقول لي عادي go past. تمام التمام. طيب في حاجة تاني؟ اه طبعا بستخدم on علشان اقول on the right على اليمين او on the left على اليسار. طب اقدر اقول on the corner على الناصية؟ طبعا on the corner على الناصية. يبقى انا هنا كده قدرت اوصف لحضرتك الطريق باستخدام turn right turn left take the first turning او take the second turning او ان انا اقول لك walk past او on the right او on the left on the corner go straight on سير للامام go straight on سير للامام. عندي يا شباب حروف جر المكان. حروف جر المكان بقالنا فتره كبيره قوي بناخدها او عارفينها ان في on على behind خلف next to بجوار under تحت above فوق near بالقرب من between كذا and كذا بين in front of أمام opposite في مقابل أو في مواجهة. complete with the sentences with the correct form of the words in brackets يعني أكمل بالصيغة الصحيحة لما بين الأقواس. ويجي يقول لي إيه في المثال الأول اللي معانا the library المكتبة is opposite مقابل to the bank. طيب ايه المشكلة؟ المشكلة هنا في opposite. طيب الحل ايه؟ خلي بالك opposite دي هتبقى next. ليه يا مستر next؟ علشان عندي تو next تو بجوار next تو بجوار. طيب ايه تاني؟ تعال ناخد كمان مثال my house is in the corner. لا in the corner لا يا مستر on the corner على الناصية. يبقى on the corner لازم احدد بالظبط ايه حرف الجر اللي بيجي مع الكلمة. I live on a small village. أنا أعيش في قرية صغيرة. لا يا مستر on لا in a small village. I live in a small village. أنا أعيش في قرية صغيرة. تمام.
خلي بالك بقى من حرف الجر اللي اسمه باي واللي معناه بجوار. يعني انا ممكن اقول باي ذا سي، بجوار البحر، باي ذا ريفر، بجوار النهر، باي ذا كاسل، بجوار الايه؟ القلعه. طيب ومع ذلك هو بيجي برضو مع المواصلات. يعني انا ممكن اقول باي زائد وسيله مواصلات. يعني مثلا اقول باي ترام بالترماي، والترام ده عباره عن مترو كده صغير او قطر صغير اقدر استخدمه، هو بيدور بالكهرباء. واشهر المدن المشهوره بالترام هي اسكندريه. اشكر لكم طيب المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.